يقول السائل: ما رأي سماحتكم في الجوالات حيث إنها تشغل المصلين عن صلاتهم وتقطع الصلاة؟ فنرجو توجيهكم. أما القطع ما تقطع الصلاة، ولكن إنها تشغل، صحيح تشغل المصلي وتشغل من حوله إذا حصل اتصال صار له صوت، هذا يشغل المصلي ويشغل من حوله، فلا يستصحبها معه في المسجد، وإذا أخذها معه يقفلها لما يطلع من المسجد، نعم، لئلا يشوش على نفسه ويشوش على الآخرين، ويكون له صوت في المسجد ما هو طيب، صوت موسيقى، نعم.